نتواجد الآن في ضريح سيد أحمد بن عجيبة، حيث قمنا باستقبال السيد العميل ورافقناه إلى زيارة سيد أحمد بن عجيبة الضريح، وقرأنا آيات من كتاب الله عز وجل ترحما على الولي الصالح، ثم الدعاء مع أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، ومع مولانا أمير المؤمنين محمد الخامس، ومع مولانا أمير المؤمنين محمد السادس بالنصر والتوفيق والتمكين. ثم التحقنا إلى الزاوية فقرأنا آيات بينات من الذكر الحكيم مع أمضاح النبوية الشريفة، ترحم على مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله وغفر له وجعل مثواه في جنة الفردوس، ثم رفعنا كف الضراع إلى الله عز وجل بالرحمة والمغفرة لمولانا أمير المؤمنين الحسن الثاني ولمولانا محمد الخامس، وبالنصر والتمكين مع مولانا أمير المؤمنين جلالة محمد السادس، ومع ولي العهد وسائر الأسرة الكريمة، ومع جميع المسلمين إن شاء الله عز وجل. ثم تواصلنا في قراءة القرآن الكريم في مع جمع من الطلبة والشرفاء والمحبين، وهكذا استرسلنا في تلاوة آيات بينات من ذكر الحكيم إن شاء الله عز وجل. إن تكن صحفي بالذنب قد ملئت، فإن عفوك والتوحيد يمحوها. يا رب رحمتك العظمى التي وسعت أهل السماء وأهل الأرض أرجوها. فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت، طرقت باب الرجاء والناس قد راقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. يا
يجعل في صحيفة مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني. مولانا أمير الحسن الثاني اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه. وعافيه واعف عنه. وأكرم نزله. ووسع مدخله. وسيل الماء والثلج والبرد. قي من الخطايا والذنوب كما ينقص البرد والدنس. اللهم ابدله دارا خيرا من داره. وأهلا خيرا من أهله. اللهم يا ربي أنس في قبره بملائكة الرحمة. اللهم يا ربي اجعل قبره روضة من الجنة. اللهم يا ربي وسع عليه في قبره مد البصر. اللهم يا ربي أنزل عليه شآبيب الرحمة والرضوان. اجعل يا ربي روحه مع أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين في جنة الفردوس. واغفر يا ربي لمولانا محمد الخامس. اللهم طيب ثراه. اللهم طيب ثراه. اللهم اجعل قبره روضة من الجنة. اللهم يا ربي أنس في قبره ملائكة الرحمة. اللهم يا ربي اجعل روحه مع أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين. أسألك يا ربي في هذا المجمع المبارك وفي هذا المكان المبارك أن تنصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمل الوطن والدين جلالة محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين. وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربي بارك له وعلى يديه. اللهم بارك له وعلى يديه. اللهم حقق مطامحه وأماله. واجعل كل عسير لديه يسيرة. اللهم بارك له وعلى يديه. واجعل يا ربي كل عسير لديه يسيرة. يا ربي في حلي وترحالي. اشفيه يا ربي بشفائك. اللهم يا ربي اشفيه بشفائك. اللهم يا ربي اشفي انت الشافي. لا شافي الا انت. شفاء لا يقادر سقمه. واقر اللهم عينه بولي العهد الحسن. وانبت اللهم نباتا حسنا.